صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في السجود؟ هل تقدم اليدين على الركبتين أم العكس؟ إذا انحط من القيام فأول ما يقع على الأرض ركبتاه ثم يداه إذا كان يقوى على ذلك. أما إذا كان مريضا أو كبير السن يحتاج إلى وضع يديه أولا فلا بأس بذلك. نعم.